سي صادق بن مني كسجين سياسي سابق، عندك 6 سنوات سجن معناها في تاريخ كنظاري. حاب نعرف شنو هو موقفك من اقتراح، ولا كيما نسميوه اقتراح، مقترح قرار التعويضات اللي تحكي عليه حركه النهضه في المجلس التاسيسي، واللي نشوفه في العباد اليوم جايين يظهروا ضده. كما تشوف انا جيت الظاهر حتى انا ضد مشروع القانون المعروض على المجلس لسبب بسيط، هو انه العمل نتاع التعويض وجبر الاضرار هو عمل متكامل، هو عنصر من عناصر العداله الانتقاليه اللي عندها قواعد معروفه على مستوى دولي، معرفها المركز الامم المتحده للعداله الانتقاليه. فما تجارب العداله الانتقاليه هي عمليه كامله فيها مساءله، محاسبه، عقاب، وفيها الاعتراف للضحايا، فيها جبر الأضرار، وفيها إعادة كتابة التاريخ بما يتطابق مع الأحداث الموضوعية. المسألة الكل هي أن السلطة اللي باش نقول عليها أن الذين اغتصبوا السلطة ولا اغتصبوا الثورة بعد عملية برا نسميوها ديمقراطية، لكنها على كل حال أدت إلى نوع من التسلط الجديد ظاهر أنه يذهب نحو القمع كما شفناه البارح في صفاقس، وكما نشوفه في مواصلة عمل التعذيب والانفراد، يعني من دون المجتمع المدني وتعبيراته التنظيمية، بعدالة انتقالية وضعت لها وزارة ثم عطلت. وهنا اليوم نقولوا احنا قبل ما نسألوا ونحاسبوا الجلادين، وقبل ما نسألوا ونحاسبوا القضاة الفاسدين، وقبل ما نحاسبوا رجال الأعمال الفاسدين ورجال السلطة الفاسدين، نجيو هكا مرة نعملوا بعض القضاة نطردوهم، مرة ناس أخرين نتفاهموا نحن وياهم تحت حيط، ثم نجيو نقولوا باش نعملوا تعويضات هكا حسب أشهر السجن. أولا السجن بالنسبة للمناضلين اللي نعرفهم، أنا على الأقل ما نعرفش مناضلين نهضة أو ما نعرفهمش كل، هو كان عمل تطوعي، عمل كل مواطن حب يكون مواطن ويحب يكون إنسان ويدافع على حقه بطبيعة يتمرد. ثانيا ضحايا الدكتاتورية نتاع بورقيبة ولا نتاع بن علي ما همش فقط الناس اللي مشاو للسجن، الناس اللي حرموا من التشغيل، الناس اللي حرموا من الدراسة، الناس اللي حرموا من التنمية، الجهات كاملة، مدن كاملة، قرى كاملة حرمت، هذه ضحايا تعوض أو لا تعوض. التعويض حسب المنظومات المعمولة هو جبر للضرر بالاعتراف باعتراف الجلادين والمسؤولين على تعطيل التنمية وعلى القمع، وبالاعتراف لمن ناضل بنضاله. هذا الواحد. اثنين، بالنسبة لي أنا التعويض يمكن أن يتمثل في رعاية الدولة لكل من يحتاج رعاية، سواء كان لأنه دخل السجن، لأنه تعذب، أو لأنه كان ولد منطقة مهمشة، ولا ولد بلاد غضب عليها الزين، ولا غضب عليها بورقيبة، ولا غضب عليها نويرة، ولا منعرفش عليها كذا. بالتالي ماهوش تعويض متاع كأنه أجرة، خدمت 5 أيام دخلت الحبس، 10 أيام تاخذ كذا دخلت 20. والسجن نأكد لك شيء، أنه ثم ناس عداوا ساعتين سجن لكن حياتهم تدمرت اكثر من اللي عدى 7 و10 و20 سنة. سي صادق نفهم من هذا انك انت معناها ضد مبدا انه تكون تعويضات ماديه وفي الظرف هذا بالذات، لكن فما عباد معناها تتساءل تقول عباد كيما هكا، وخاصه معناها من حركه النهضه اللي هي تقول ان هي عندها اكثر عدد من المساجين السياسيين والمهجرين، ويعني شنو المانع انه العباد هذوما يترد لهم اعتبارهم، خاصه انه اولادهم تحرموا في وقت من الاوقات من الدراسه، خاصه انهم ما كانش عندهم مورد رزق طيله فتره معناها طويله نوعا ما كما صادق شورو بار اكزومبل. معناها شنو المانع انه يكون التعويض مادي؟ التعويض المادي يجب ان يتم لمن يحتاجه، وحاله بحاله ندرس الحالات. الانسان اللي مريض ويطلب علاج يعالج. شوف احنا جرح الثورة نتاع توا ما عالجناهمش، وما عالجناش برشا منهم، وما عطيناهم حتى تعويض أو تعويض بسيط، وفيهم شكون يشتغل في الحظائر، والإنسان اللي تعذب ليه 20 سنة ولا 10 سنين ولا 5 سنين. اثنين،
في اعتقادي ان برشا من الناس ضحايا التعذيب او ضحايا السجن اعادوا بناء حياتهم بفضل مؤازرة المجتمع، مؤازرة عائلاتهم، مؤازرة ارواحهم بتتحرك. النهضة من 2005-2004 ما فماش محاكمات للنهضة وما فماش قمع للنهضة، مش صحيح. من وقتها بداوا يرجعوا، بداوا يناقشوا مع صخر الماطري وبداوا يرجعوا. ثانيا، وقت اللي نسمع راشد الغنوش يقول على القرضاوي انه الثورة خرجت من إبطه، هو كأنه كان يتكفل بجميع مساجين النهضة وعائلاتهم، نقول لك هاو خذوا التعويض بالمسبق، هم فهمتني. دونك انا المساله ماهيش في نعوضك، وثانيا شكون طلب منك انت باش تناظر؟ ما تناظرش اخويا، جيت لو كان جيت تو يتكلموا على غنائم حرب، غنائم حرب وقت اللي ثم عدو. المجتمع التونسي كله كان ضحيه النظام الدكتاتوري ل 50 سنه، الواش اليوم يعاود يكون ضحيه يدفع واحد. احنا عندنا اولويات، عندنا التشغيل، عندنا التنميه، عندنا الجهات المحرومه اللي يلزم نعطيوها، عندنا ناس ما عندهمش ماء، اعطي لهذاك. وبعد كان افضل يا سيدي تحب تعطي لرشد الغنوشي مليار اعطي.